أهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والدولية، حيث اقتحمت اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد القبلي في المسجد الأقصى، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مستخدمة الرصاص المطاطية وقنابل الصوت. واعتقلت قوات الاحتلال 10 من المصلين، واعتدوا على عدد آخر أدى إلى إصابة 5 منهم. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس الحرم القدسي ومنعت المصلين من دخوله، ما أدى إلى حدوث صدامات داخل المسجد، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.